فتون اتصلت مع المحامي اليوم. خلاص قالت له بتبعت لي الورق كله منشان وقع لك ياهن. انا موافقه على كل شروطكم وقبلانه باللي بدكم اياه. ايه كثير منيح. انت شو قلتي لها حتى قبلت يا ناهده؟ شو بدي اقول لها؟ معقول تخربي بيتك وعيلتك اكثر من هيك؟ المحامي حرك الدعوه فورا، قال بلش فيها قبل ما يخلص الدوام الرسمي وان شاء الله بتخلص باقرب وقت. تحركت الدعوة؟ بس نحن لازم نشرح هذا الوضع للبنات. عود يا كمال، أبوك معه حق، لازم تقعد مع البنات اليوم وتحكي لهم هالشي. صحيح، بس يعني شو رح قلهم؟ شو رح تقلهم يعني؟ بتقلهم أنا السبب، حطمت عيلتكم وتركتكم تكملوا حياتكم من دون أم. مو هاي هي الحقيقة؟ روح قلن يا بنات بدي طلق أمكم. شبك برهان خلصنا؟ هيك البنات رح يسمعوا كل شي. أنا ما فيني قلن. آخ منك يا كمال آخ. يا برهان خلينا هلأ نقعد مع البنات كلنا ونشرح لهم الوضع سوا. ايه لكن قولي لهم يطلعوا لفوق بعد شوي. هو ما بصير بنت بعمرك تحط حمرة خدود، بس انا عم علمك مشان المستقبل. ماشي. شو عم تساوي؟ شو طالع حلوة؟ اذا شافتكن ستكن رح تقيم القيامة عليكن. خلينا نكمل هلا. شو هاد؟ شو عم تعملوا؟ عم بتمكجي بنات بهالعمر؟ معقول؟ أنا قلت لك طولي بالك مرت خالي، هن ما رح يطلعوا لبرا، بس عم نتسلى. نحنا قلنا لتيتي. صحيح، قلنا لعلمينا كيف نحط مكياج. تيتي الله يخليكي لا تعصبي. ايه تيتي. بس يا بنات انتو لساتكن صغار، بس تكبروا بتتمكيجوا. لا نحنا مالنا صغار يا تيتي، صرنا كبار. والله كتير لا بقلكن. والله يا بنات ما بعرف كيف رح اتعامل معكم بعد كم سنة. يلا يلا مسحوا وشكن، جدكن عم يستناكن، إذا شافكن بهالمنظر بيعصب عليكن. وشو بده جده هلا؟ في شغلة بده يحكي لكن ياها. يعني هو زعلان منا هلا؟ ليش الزعل يا روحي؟ يلا لشوف يلا. يلا امشي. انتي شو مفكرة حالك عم تعملي؟ انتي ما دخلك فيني. بدك تروحي فورا من هذا البيت. خوفتيني.